اهلا بحضراتكم من جديد. شفنا الاستهلاليه بتاعه المهندس عدلي وما فيها ايضا من رصد غريب جدا لهذه الانتقائيه. حتى في الانزعاج لما بننزعج لمستوى متدني اخلاقيا في الحوار اللي وصل ليه الامر في الوسط الرياضي، نلاقي فنان مرهف الحس زي الفنان هاني شاكر المسؤول عن تشكيل وجدان الملايين عبر كونه نقيبا للفنون الموسيقية ينتقي اللي عاجبه براحته فقط، والباقي لا مش مزعله في حاجة. ما علينا، مؤكد ان الناس دي تابعت وكتير عبر فترات طويلة ما تعرض له نجوم وقيادات النادي الأهلي من رجم وسب وقذف وتطاول وتجريح وإساءات وصلت للمحاكم. والنهاردة يمكن محكمة جنح مستأنف الاقتصادية حجزت للحكم الدعوة اللي كان كابتن محمود الخطيب أقامها ضد مرتضى منصور، واللي المحكمة الاقتصادية في الدرجة الأولى حكمت بحبس مرتضى منصور سنة وغرامة وكفالة وتعويض 10,000 و10,000 و10,000. حجزتها للحكم لجلسة 6 يوليو إن شاء الله. في دعوة أخرى أيضا في الاستئناف عن حكم مماثل أيضا بسنة والغرامة حجزت كانت ل 21/6. كل هذه الدعاوى وكل هذا الانفلات الذي حدث اللي وصل للمحاكم لم يزعج أبدا الفنان مرهف الحس الفنان هاني شاكر. ما علينا، لكنها هي الانتقائية القاتلة الحقيقة. لكن يبقى أنه الذوق العام هو الحاكم وهو الحارس لكل قيم المجتمع، لهاني شاكر ولا غيره من المطربين وكل القيادات الفنية حراس لوحديهم على الفضيلة وحراس لوحديهم على قيم المجتمع. المجتمع نفسه بكل مكوناته هو الحارس الأمين على قيم هذا الوطن. ده اللي كان في هذه الاستهلالية.